طيب يلا بينا على اسئله السوشيال. يلا بينا يا جماعه نشوفها بس لان احنا مش زحمه. حارس الاهلي لا تجيبوا لنا الاسم الله يخليكم. مصطفى زكي تحت تحياتي النظر الاعلام وتلامذته حراس الاهلي في الاعلام. من وجهه نظركم ايه اللي محتاجه الاهلي في الفتره اللي جايه عشان يحقق نفس بطولات الموسم اللي فات؟ وهل سكواد الاهلي دلوقتي يقدر يوصل لفين في بطوله الانتر كونتيننتال؟ مصطفى زكي اتفضل يا فارس. محتاج ان انت تمشي وتعدي مباراه العين، ما عندكش بعد كده مشاكل في افريقيا او الدوري لحد ما تروح ليناير. في يناير محتاج رفع كفاءه السكواد، وده اعتقد حاجه متفق عليها كل الناس داخل النادي الاهلي قبل الجمهور. تمام، اللي بعد هاني ادريس ده صديقنا من اليونان. ثلاث اسئله مشتركه لفارس واسامه، ناخدها واحده واحده. نبدا باسامه، هل تتفقوا معايا ان مباراه العين الاماراتي اللي بيضم كتيبه من المحترفين هتكون اصعب بمراحل من مباراه الزمالك، وبالتالي تكتيك كولر لازم يكون مختلف؟ اسامه طبعا طبعا. يعني مع كامل احترامي وتقديري لفريق نادي الزمالك، فريق نادي الزمالك انا كنت بشوفه في المتناول، ودايما بقولها ان المستوى النادي الاهلي وقلتها مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت كان هو اللي هيفرق. لو الاهلي في مستواه هيفوز. امام العين لا، انت مش محتاج بس تكون في مستواك، انت محتاج كمان تلعب على ادق التفاصيل مع فريق بيمتلك الاسلحه دي كلها. زي ما اعرفش انت ولا فارس اللي قال دي مش مباراه ضياع فرص. انا اللي قلت. انت اللي قلت. طيب مين اهم لاعب في الاهلي في هذه المباراه يا فارس؟ وسام ابو علي، لان احنا اتكلمنا ان نقطه ضعف العين هي خط دفاعه ومقارنه ببقيه خطوطه، فبالتالي انت لو هتراهن ان وسام ابو علي يكون في حالته ويسجل من انصاف الفرص كمان. ايه المطلوب من جماهير الاهلي طوال 90 دقيقه يا اسامه؟ طبعا مطلوب الدعم الكامل، بس انا عايز اقول ان حسين الشحات هيكون له دور مهم جدا في مباراه العين الاماراتي. حسين هيلعب بدوافع مختلفه تماما، بيلعب قدام فريق يعني لاعب سابق ليه، ولكن انا بتوقع موسمين رائعين ده حقيقي، فده ممكن يدي اريحيه ونفسيه جيده لحسين قبل المباراه، ان شاء الله يسجل في المباراه دي. والمطلوب من جميعنا الاهلي هي بتعمله طول الوقت 90 دقيقه ما بتبطلش تشجيع طول الوقت، وتشجيع بوتيره مختلفه يعني على حسب رتم المباراه. ده مهم جدا. شفت صوره او شفت فيديو يا فارس؟ اول مره اشوفه النهارده. انا بحب استرجع بقى واجيب لما نبقى كسبانين انا يعني حاله نشوه بنشكح يعني حاله نشوه كده. فشفت صوره لمصطفى شوبير غريبه جدا، او فيديو لمصطفى شوبير، وواحد كاتب كده شوبير رجوله، فكرت انا يعني حد كاتب عليا فلقيته مصطفى شوبير ماشي ما علينا يعني. فلقيته رايح للجمهور وبيصفر لهم، بيقول لهم صفروا لما الناس هتيجي تلعب علينا. ايوه هي دي هي دي طبعا. انا بصراحه عجبتني، لان انا لما كنت في المغرب في ماتش الوداد ربنا لا يعيده اللي خسرناه الصفافير كانت طبعا. انت من السماء اللي جنبك جمهور الوداد جمهور قوي جدا جدا بصراحه، وانا جيت اشدت بيهم يعني طبعا. عشان كده بقول الوتيره لازم تكون مختلفة. الوتيره لازم، عشان كده قلتها افتكرتها. انا كمان عندنا موضوع مهم عايزين نتكلم عليه، الترشيحات في بطوله في الاختيارات الافريقيه، بس ناخد السؤال اللي بعده يلا بينا. بيتر ده نشيط جدا على بيتر يعني دماغ مختلفه خالص. هو مش عشان حالي دماغ مختلفه هو دماغ مختلفه. بيتر من الاهلاويه منورين، وبقينا نستنى الحلقه الجديده دي بعد نهايه كل حلقه. سؤال الكابتن شوبير وفارس واسامه، شايفين ايه اصعب تحدي عند الاهلي الموسم ده واللي ممكن يمنعه من تكرار الموسم اللي فات؟ حلو السؤال. في رايي مباراه العين، التحديات اللي جايه زي ما انا قلت، الدوري افريقيا النادي الاهلي يروح ليناير سهل جدا. انا شايف ان انت عندك مباراه العين ان شاء الله باذن الله لو عديناها هتديك اريحيه لحد ما توصل ليناير وتشتغل على السكواد بتاعك، مش هيبقى عندك مشكله. فرايي اصعب تحدي اللي احنا فيه تحدي العين. تمام. طبعا شكرا بيتر. اللي بعد شيرين محمد، تحياتي الكابتن شوبير وفارس واسامه، امتى هنشوف عندنا منظومه رياضيه بتطبق اللوائح والقوانين زي ما شفنا عقوبات الكاف مقارنه باخطاء حصلت من لعيبه ومدربين وانديه من الموسم الماضي ولم يوقع عليهم عقوبات؟ اسئله الاسكندرانيه دي والله اسكندرانيه. بس برافو عليك يا شيرين، اتفضل. دي يا كابتن لما تبقى المدرسه الاداريه في مصر خريجه مدرسه، انا عندي يا اسامه عندي فرصه من السماء. انا غيرت نظام الدوري العام لما هو افضل. ايوه. وعندي اتحاد جديد خلاص هيتم يعني خلال شهر شهرين انتخاب ان شاء الله اتحاد جديد. انا ازاي استغل هذه الفرصه الذهبيه؟ اولا لازم الاتحاد الجديد يكون شايف كويس قوي اللي حصل على مدار الفتره الاخيره من عقوبات صدرت من الكاف، من عقوبات صدرت من الفيفا، من شفافيه عملتها الفيفا في وقت من الاوقات كان بيتقال انا جاي لخطاب بايقاف قيد نادي. فمش مهم الانديه الاخرى تعرف. دلوقتي الفيفا كل يوم اتنين بتدخل
تشوف مين الانديه اللي موقوفه عن القيد بقضايا معينه، فالشفافيه والنزاهه والعداله هو ده المشوار. مفيش فريق اعلى من فريق، مفيش طفل مدلل. طبق دايما بنقولها، طبق على الاهلي، طبق على الزمالك، طبق على الاسماعيلي، ما تعملش حساب غير للوائح والقوانين، ما تحطهاش فقط لغير وما تستخدمهاش. اللي بعده السؤال للجميع. ايمن نور برضو بالناس اللي لا وشايف الصوره بتاعته. ده مين، خالد صلاح ولا محمد ثروت؟ محمد ثروت بيدعي الماتش العين تقريبا. سؤال حلو جدا يا فارس. كيف يواجه الاهلي الحمله الممنهجه من الاعلام والسوشيال ضد الفريق؟ وسؤالي الاول، هل انت متفق مع ايمن ان هناك حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي؟ حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي طبعا، استعرضنا ده في لقطه تاو وكولر والكلام عن ان وجود خناقه. احنا كسبانين، وبتلاقي حضرتك كلام في الاعلام بيتكلم ان كولر مدرب شخصيته مش قويه، وده كان مسار غضب النهارده كتير من جمهور النادي الاهلي. ان كولر مدرب شخصيته مش قويه، وده بيتقال اعلاميا. ايه مبرره دلوقتي؟ فكره انضباطه وقوه شخصيته طبعا. بل بالعكس، ده جزء من زي ما حضرتك بتقول، وصل كولر ان هو يتحط في مصاف المدربين التاريخيين للنادي الاهلي. فده موجود، موجود. الرد عليها ازاي؟ اعلام النادي الاهلي، قرارات إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة زي كابتن محمد رمضان، قرارات الانضباطية دي بتقول وبتودي رسالة للناس، أنا فيش حاجة أتكتم عليها، أنا ما عنديش اللي خبيه، أنا النادي الأهلي، لو عندي حاجة غلط أنا اللي هقولها، مش هستنى أنت تقولها. دور جمهور النادي الأهلي اللي تطور بشكل غريب جدا. يا كابتن، جمهور النادي الأهلي أنا أول مرة أشوف درجة النضج اللي وصل لها في إن هو يميز الغث من السمين بشكل غير طبيعي، ويقدر يتعامل مين موجه، مين عنده غرض، مين أهلاوي. طيب أنا معلش طبعا، الرسائل كثيرة جدا، أسئلة كثيرة جدا، فعشان وقتنا وفضلنا حاجة هنسأل فيها فارس وأسامة، خلينا ناخد آخر سؤال وقبلوا اعتذاراتي، والله أنا حقكم عليا. ناخد آخر سؤال ويرد عليه أسامة. السلام عليكم كابتن شوبير، ده دي جي جي طارق صح كده؟ أيوه. وفرسان الأهلي وحصنه المنيع، تحياتي لكم، وأحب أوجه رسالة للاعبتنا قبل ماتش العين من خلالكم، روح الفانيلا الحمراء، أتمنى الفوز في جميع مبارياتنا بإذن الله، كل الدعم وعلى حب الأهلي تجمعنا. بعتقد إنه في حاله كده معموله بشكل كويس قوي اسامه، من التكاتف مع الفريق، من الحب للفريق وللمنظومه كلها الحاجة. لان هم شايفين اجراءات انضباطيه بتتخذ في الشكل الاداري، وشايفين على ارض الملعب رده فعل فني. لكن انا هنا هاخد لنقطه للعيبه، لان انا سمعت تصريح لامام عاشور يعني قاله في قنوات كتير ان فكره الجمهور يهدى شويه وقت الانتقاد على اللاعبين. عجبني كابتن محمد بركات لما قال له ما تسمعش، واللاعب قال له كده ما تسمعش، ولازم وانت جاي النادي الاهلي تبقى عارف ان انت هيقع ضغوط عليك كبيره جدا. وده اللي احنا دايما بنقوله، انت قدرك كمسؤول في النادي الاهلي في اي مكان هو انك تشتغل تحت الضغط. وده اللي كان فريق طبعا الجيل بتاع ابو تريكه وبركات، لان كابتن بركات هو اللي رد على امام، واتمنى امام ياخد النقطه دي. انسى خالص السوشيال ميديا، ركز فقط لغير في الملعب. اعتقد بعمل كده دلوقتي ما شاء الله. قبل ما اعيد الاسماء تاني بسرعه، الاستفتاء للعيبه داخل وخارج افريقيا. شيء عظيم جدا ان احنا نشوف النادي الاهلي ممثل في افضل نادي، ولاعبين موجودين في افضل لاعبين داخل القاره، في افضل حارس. عايز اقول ان كتير جدا من اللاعبين عمل موسم يخليهم يستحقوا ده في افريقيا. مارسيل كولر في افريقيا الموسم اللي فات في رايي هو افضل مدرب، في طبعا اكيد في دوري الابطال لا يمكن تضعه في مقارنه مع حد. عايز اقول ان مصطفى شوبير في رايي هو ليس افضل حارس داخل القاره في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، ولكن هو افضل لاعب في دوري ابطال افريقيا. في رايي مصطفى شوبير قدم بطوله تاريخيه، احد اهم اسباب التتويج بيها، انا عايز ادي له حقه في ده. حاجه ساعدني. لا ده بس ده رأيه حاجه حلوه هنا يا ابني، الله يستر. بسرعه بسرعه يا ابني، خمس دقايق زياده كمان. لا ده هو فعلا بطوله تاريخيه ليه، وانا اتمنى صعب جدا بداياتك تكون بالشكل ده في الظروف دي، والحفاظ عليها هو الاصعب. مصطفى جاء من بدايه قويه جدا، الحفاظ عليها اصعب من ان هو يجي من تحت. حاجه ثانيه يا كابتن شوبير، النادي الاهلي هو النادي الوحيد المصري اللي من بدايه بطوله افضل لاعب داخل القاره، هو النادي المصري الوحيد اللي توج منه لاعبين باللقب ده، سواء بركات 2005 لا ده بركات 2005، ابو تريكه 2006 2008، احمد حسن 2010، ابو تريكه 2012 2013، وايضا محمد الشناوي 2022، وبيرسي تاوي 2023. ارقام مفزعه للنادي الاهلي. اتمنى طبعا ان شاء الله نمسك الازاز بقى. طبعا لا فعلا ارقام عظيمه للنادي الاهلي. نتمنى ان 2024 يكون افضل لاعب داخل القاره، وخصوصا اللي بتحسمها دوري ابطال افريقيا اكتر، يكون من النادي الاهلي.